الشرعية. وبشكر مجلس النقابة ونقيب الشرعية على استضافته. أنا بس بتكلم عن 30/5. أنا ملاحظ إن كذا حد بيتكلم عن 30/5. أنا بالنسبة لي شيء صحي إن المهندسين كلهم يعرفوا إيه هو 30/5 وفي كذا حد بيتكلم عليه. بس اللي مش صحي وعايزين كلنا ناخد بالنا منه إن في بعض الناس كانت ضد 30/5 وبعد 30/5 عملوا مجموعات وبقوا 30/5. صدقوني وبيتكلموا باسم 30/5 فعايزين ناخد بالنا علشان ما نتخدعش منهم ومن توجهاتهم. لان هنشوف محصله لا تشاور على حد قول مين مش تمام او مش على يعني انا تعبنا وعملنا مجهود في 30/5 ولا لا عملنا مجهود. واللي حتى ما نزلش هو شاف الصدى وعرف يعني ايه النقابه محتاجاه ومحتاج ينزل. فبدعوكم ان احنا ناخد بالنا. ولما ناخد بالنا هناخد بالنا ازاي؟ واحنا قاعدين بمشاركتنا. خلاص بمشاركتنا. والمشاركه دي هي اللي هتصلح مشاكل كتير. هديكم مثال. احنا عندنا نقابه فيها اصول كتير ونقابه غنيه قادره انها تحقق مطالب مهندسين. هديكم مثال. ارض مدينه نصر تساوي مليارات. ليه بيصعب على مجلس النقابه او مركبة المهندسين اتخاذ قرار؟ لان مش لاقي ال 850,000 مهندس معاه متابعين. تمام؟ مش لاقي دعم، مش لاقي محاسبه. فبالتالي على اي مجلس او اي مقيم يبقى صعب عليه ياخد قرار. فوجودنا ومشاركتنا اهم حاجه. تركيزنا في الفعاليات الانتخابيه واللي حضرنا الجمعيات العموميه هيخلينا ناخد بالنا مين كويس اللي يدخل النقابه ومين ما يطلعش بعيد عن الفوارق الى اي حد. فوجودنا ومشاركتنا هي اللي هتخلينا ناخد بالنا عشان ما يتفقش علينا تاني ونشوف منتج احنا مش راضيين عنه. اشكركم كتير.